يعتبر فن النحت على الصخور البازلتية أحد أهم الفنون التي ترفد الحركة التشكيلية في السويداء، بأهم الأعمال النحتية نظرا لتواجد الحجر البازلتي بكثرة بأشكال وأحجام مختلفة، مثل الحجر القاسي الذي تميزت بإنتاجه هذه الأرض عبر سنوات طويلة. البازلت مثل ما هو معروف يعني أحد العناوين الكبيرة اللي بتميز محافظة السويداء، فكون المادة موجودة ومتوفرة بكثرة والنحات بنبيئته هيك، فمش من الغريب اني الجأ له، يعني هو الشيء الصح اني عالج هاي الخامة. هلق العلاقة بالبازلت تقريبا يعني 21 سنة مستمر وبشكل يومي، فأكيد صار الحجر البازلت جزء من الإنسان يصنع قدره، على ما يبدو هذا قدري، يعني بظل الفن رسالة محبة مثل أي عمل آخر، المعوقات دائما موجودة ولذة العمل أنك تنتظر وتتغلب عليها. النحات فؤاد أبو عساف أحد أهم النحاتين الذين تركوا بصمة واضحة في هذا المجال عبر تطويعه لحجر البازلت القاسي وتحويله لمنحوتات غاية في الجمال والروعة. يقضي بين تلك الصخور في مشغله ساعات وهو يبدع في تحويلها إلى أيقونات فنية تحمل الكثير من المعاني والدلالات والقيم. العمل بيعني لي كثير، يعني تحقق ذاتك من خلال العمل اللي بتشتغله أيا كان، فما بالك إذا كنت عم تشتغل على بالفن وعلى خامة تحديدا مثل البازل. طبعا هو حجر حرون وصعب، التكنولوجيا هو المعدات الموجودة بين إيدين النحات المعاصر خففت كثير من العناء، بس لا زال يمتلك صلابته وقوته وجبروته. انتهاء العمل طبعا بيشعرك بالسعادة انك حققت شيء ممكن كان عم تتصور انك ما بتقدر تعمله او ما بتستطيع انك تعمله، بس بالاخير عملته. هو طبعا حافز لانك تنتقل على الى لعمل اخر. يعني دائما قسمنا المهمة، يعني هو طوعني شوي وانا طوعته شوي، بالنتيجة يعني في نقطة لقاء التقينا فيها، فنتيجة العشرة الطويلة والمديدة ما حسيت يعني انه كلمة تطويع هي الكلمة المناسبة، خلينا نقول كلمة المحبة هي اهم. يعني اعمالي موجودة بدول متعددة يعني مختلفة، ما راح نعد، بس طبعا خرجت الاعمال خارج سوريا وببعض البلدان العربية. النحت على البازلت فن على الرغم من صعوبته، إلا أنه مصدر سعادة لليد التي تحفر عليه بأناقة لتخرج بلوحات فنية جميلة. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.